الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في موطئه: وهزلنا مع كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء. قال رحمه الله: عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم، هذا الحديث حديث أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنه كان يعلمهم هذا الدعاء. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء فيحضهم عليه ويأمرهم به، ويقول إن الدعاء هو العبادة، ويتلو قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فردهما سفرة أو خائبتين. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل لا يغضب عليه. وإن كان الحديث فيه شيء من الكلام لكنه صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كأنه فرق كل العبادة في الدعاء. ورواية أخرى قال فيها، وإن كانت ضعيفة لكنها يعني أصيلة: إن الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وما ذلك إلا في هذا الباب، يعني ما هذا إلا أنه هذا الدعاء يجمع مجامع الخير بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يجمع أنواع الربوبية، يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. فالدعاء فيه التوسل، والتوسل لا يكون إلا بالاسم الحاضر الذي يناسب المقام، والدعاء لا يكون أيضا إلا بالتضرع والخوف والاستكانة، وأيضا إظهار الضعف والفاقة والاحتياج. كل ذلك من باب الإلهية، أنه يصرف ذلك كله لله جل في علاه، فيدعو مستكينا، يدعو متضرعا. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: اللهم أنجز لما وعدت، اللهم أنجز لما وعدت، اللهم انتهك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وفيها أيضا ربوبية، لأنه لا يمكن أن يتوسل إلا هو يعتقد، ولا يدعو هذا الدعاء بكل حرقة يطلب نفاذ الدعاء إلا هو، إلا هو يعتقد هذا الاعتقاد. والله يحب أن يسأل سبحانه جل في علاء، أمر عباده أن يسألوه أن يدعوه. قال: ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. ولذلك قال: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك ما عندي من شيء. وامر الدعاء امر عظيم كما قلت، هو ميزان العباده، ميزان العباده. عن ابن عباس ان رسول الله كان يعلم هذا الدعاء كما علم السوره من القران، وهذه فيها ايضا دلاله على وزان الامر، وأن الدعاء من أهمية المكان، لا سيما أنه قال: الدعاء هو العبادة، هو يأخذ بعصب العبادة. يقول: اللهم إني أعوذ، العوذ هو صدق اللجأ إلى الله جل وعلا لدفع الضر، واللواذ صدق اللجأ إلى الله جل وعلا لجلب النفع. قال: اللهم إني، أصلها يا الله حذفة الياء وأعوذ عنها بالميم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب جهنم. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أنك تستعيذ بالله من عذاب جهنم، ولأن الله تعالى جعل لها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، كأشد ما يكون من زمهرير وأشد ما يكون من حر. فمن استعاذ سبع مرات من النار أعاذه الله منها. وقال: اللهم إني أعوذ بك من جهنم.
ما أعوذ بك من عذاب القبر، وفيها إثبات عذاب القبر وأدلة ذلك كثيرة. قال الله تعالى: ولن يذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا على وجه السرعة، وهذا لا يكون إلا في البرزخ في القبر، وأن عذاب القبر شديد عظيم. وذلك كان عثمان يبكي حتى يبل الثرى، وقال: إن أعوذ بك من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومر على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. قال: بل كبير، بل هو كبير. أما أحدهما فكان يستنزف من بوله، في رواية: يستتر. قال: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أعوذ بالله. قال: أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة، يعني يقول إن سلم من فتنة من خليقة آدم إلى آخر الخليقة أشد على اسم فتنة الدجال. بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. النبي تكلم مع أصحابي عن الدجال وأطال النفس فيه من بعد الفجر إلى العصر، وهو يصعد المنبر وينزل ويصعد المنبر وينزل، والصحابة ارتجفت قلوبهم واهتزت أركانهم والخوف والهلع ظهر عليهم، فقال: لن تراعوا. ثم قال: ما بكم؟ إن يخرج أنا فيكم فأنا حريجه، وإن خرج لست فيكم فكل مريض حريج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. اللهم لا اسم يا رب، اللهم لا اسم. قال: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتن المحيا والممات عظيمة جدا، الإنسان ما يستطيع أن يرجو الله في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل حين يقع المرء في هذه الفتن. الفتن خلاقة، الفتن خلاقة ليست بالهينة، فتن عظيمة ما يعلم بها إلا الله جل في علا. أعظمها الفتن التي تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتة فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أزيلت هذه النكتة السوداء. قال: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الدعاء. عن خالد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال: حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أنه كان جالسا مع ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح: ألم يدعه حتى فارق الدنيا ومات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر روعاتي عوراتي وآمن رواعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. قال جبير: وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري أقول النبي أو أقول جبير. وترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يترك هذا الدعاء في الصلاة كما قالت عائشة، واظب عليه جدا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هنا عندما يقول يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان حريص على تعليم أصحابه، وهكذا يكون المعلم. فإذا علم أنه إذا علم أنهم يعني أحق الناس بالعلم، لابد حتى ولو كان مكلوما، حتى ولو كان متعبا، يسارع، لأنه أنت أصلا يعني ضياع العلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة، لأن الله جعلها سيسألك: أنا أنعمت عليك نعمة، حفظت عليها، نشرتها، نقلتها أم لا؟ ضياع العلم أن تؤتيه غير أهله، فإن وجدت أهله ولم تعطي العلم فبهذا العذاب العقاب وخيم عليك، وكتمان العلم ليس بالهين، هذا من فعل بني إسرائيل. لذلك قال: كان يعلمهم هذا الدعاء كما علم السورة من القرآن. فواجب عليك أن علمت من يستحق العلم أن تبذل العلم كلية له، كما حدث من مالك للشافعي، إمام مالك وأخذ الشافعي في البيت، كما حدث من الشافعي قال للربيع: لو استطعت أن أطعمك العلم أطعمتك إياه، وكما فعل أيضا ابن عباس مع عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. وفيها المواظبة على الاستعاذة الأربعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا فضل الدعاء، وأن الدعاء تعليم الدعاء كتعليم السورة، ذكر والآخر ذكر، وهو علم، وهذا العلم يصل به لربه جل في علاه، لأن الدعاء فيه كثير من العبادات: تحقيق التوحيد، أيضا تحقيق حسن الظن بالله جل في علاه،
أيضا الأدب، حسن الأدب والهيئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله جل في علا. الفوائد المستنبطة، الفوائد: اعتناء الأستاذ بالطالب تعليما وتدريسا وتلقينا، والعلم تلقين. إنشاء العبادة فضل أفضل منها الاستمرار، لأن عائشة قالت كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.